بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أستاذ نسقسيك، إذا محطة التركيب ومحطة التغليب ومحطة التجاوز هل هما محطة واحدة أم أنهما مختلفين؟ من الناحية المنهجية تختلف التركيب على التغليب على التجاوز، وين يختلفوا أستاذ؟ يختلف أن التركيب هو الجمع بين الموقفين أو محاولة الجمع بين الموقفين والتوفيق بينهما. أما التغليب فمباشرة التلميذ راح يرفض موقف ويغلب موقف على موقف أو يميل إلى موقف دون آخر. أما التجاوز فهو رفض الموقفين معا ثم الأتيان بموقف ثالث جديد. طبيعة الحال هذا كل شيء تتلقاه في الدرس. أستاذ، هل نحن أحرار في المحطة هذه نختار وش نحبه، أم أن هناك ضرورة معينة تحتم علينا ذلك؟ هي من المفروض من ناحية المنهجية التلميذ حر يختار أي محطة يشاء، تركيب تغليب تجاوز، ولكن خليني ننصحك نصيحة، دير واش يقتضي الدرس. إذا كان قريت في الدرس تركيب كمل تركيب، وإذا قريت تغليب كمل تغليب، وإذا قريت تجاوز كمل تجاوز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.